جانب وسط الميدان الى عبد الكريم الالي. عبد الكريم الى مجدي صديق. مجدي يملك كرته في الدقيقه الاخيره. هجمه لمصلحه السيليه ساقطه مبعده خطيره. هي جول جول جول. الله يا الياس. الله الله يا عبد القادر. هذه تحتاج الى مهاره كبيره جدا. هدف يسجل في الدقيقة الأخيرة لشوط اللقاء الأول لمصلحة السيلية. بند يتابع لكن لاحظ الكرة، لاحظ الكرة ساقطة. الأولى أنقذها بابا مالك خروج من الله يا عبد القادر. قمة التركيز، قمة الدقة، ولا أروع من كذا ولا أفضل من كذا. عبد القادر إلياس من تألق مع الجيش، من تألق ولعب لأم صلال، من لعب للوكرة، من هو حاضر مع السيلية، من يفتتح أهداف الموسم صحبة الشواهين. هدف ويا له.